انور ان احنا معانا برضو فيديو كرافت على قد ما نقدر كده كل يوم هنجيب لحضراتكم يعني بعض المعلومات في خلال او في صوره فيديو كرافت ان احنا نقدر نقدم بيها نصايح. النصايح اللي معانا النهارده هي نصايح لتحقيق نظام غذائي صحي ومتكامل. ناس كتيره جدا بتفتكر ان الداي ده اقل الاكل وخلاص، لا القصه مش كده، انت المهم تاكل اكل صحي ويتناسب كمان مع طبيعه جسمك. كل بني ادم ليه طبيعه جسمه، ما ينفعش الدايت اللي حضرتك بتعمله انا اعمله ونفس الاكل اللي انت بتخس بيه انا اخس بيه، والاكل اللي انت جسمك محتاجه انا كمان جسمي يحتاجه، الموضوع مش كده خالص. ففي المجمل تعالوا نشوف ايه الاكلات دي وايه النظام او النظم الغذائيه دي، ونرجع نكمل مع حضراتكم بس بعد الفاصل.